bureau de transport. سعيدة جدا بتواجدي اليوم في المدرسة العليا للطيران الشهيد جبار الطيب في إطار الزيارة التي نقوم بها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة من أجل الاطلاع على مدى انخراط المرأة في صفوف الجيش الوطني الشعبي. وفي الحقيقة أعجبت كثيرا بالتخصصات التي وجدتها في هذا الإطار من خلال طبعا اختصاصات المطاردة، الحوامات، النقل، الطائرة بدون طيار، وإقبال العنصر النسوي على هذه التخصصات طبعا التي كانت في القريب يعني حكرا فقط على الرجل. نحن فخورين بأن أول دفعة جندت سنة 1978 فيما يخص العنصر النسوي في المدرسة العليا للطيران، وكذلك سيتم تخرج دفعة في 2024 بعدد معتبر من النساء، وهو في تزايد كل سنة.